أثناء حديثنا حول البرمجية المتعلقة بمجموع قياسات الزاوية المثلث دونك في الحصة الماضية، قمت بالإشارة إلى برمجية أخرى لها طبيعة الحال نفس الهدف، دونك إظهار هذه القاعدة أو هذه الخاصية المتعلقة بزوايا المثلث، الخاصية الأساسية في المثلثات. قمت بالحديث حول البرمجية المتعلقة بالتقطيع، عندما نأخذ مثلثا أوبيسي دونك يمكننا الاستعانة بالبركار لإنشاء هذه الزوايا. دونك هنا الزاوية A باللون الأخضر، الزاوية B باللون الأزرق، والزاوية C باللون الوردي هنا أو الأحمر. دونك الهدف هنا هو أننا سنقوم بمحاكاة عملية التقطيع، وكأننا سنقوم بتقطيع المثلث عبر هذه الخطوط التي ترونها هنا. دونك سأقوم بسحب النقطة A، دونك لاحظوا معي، وكأنني قمت بتقطيع الزاوية A. سأفعل نفس الشيء مع النقطة الزاوية B، سأسحب النقطة B ثم سأسحب النقطة C، يعني سنقوم بنقل هذه الزوايا، زوايا المثلث ABC. الهدف من هذه البرمجية هي مساعدة التلميذ على تشكيل، هنا عندما نقوم بنقل هذه الزوايا يمكننا أن نضعها جنبا إلى جنب. لاحظوا معي هنا، يمكنني أن أقوم بتدوير هذه النقطة فأضع هذه الزوايا التي قمت بنقلها، يمكنني أن أضعها جنبا إلى جنب. مثلا سنضع الزاوية التي هنا قمنا بتلوينها باللون الأزرق بجانب الزاوية التي قمنا بتلوينها باللون الأخضر. دونك سبق لي أن اشتغلت مع التلاميذ في السنة الماضية حول هذا المشروع. دونك قام التلاميذ بإنشاء مثلث، ثم قاموا بتقطيع هذه زوايا هذا المثلث، وبعد ذلك قاموا بإلصاقها جنبا إلى جنب. بطبيعة الحال عندما نقوم بهذه العملية فإننا نحصل على هنا نصف دائرة، وهذا يعني أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 برمجية. دونك بطبيعة الحال رابط البرمجية سأضعه في صندوق الوصف الخاص بالفيديو بعد نشره، وإلى برمجيتي المقبلة بحول الله.